الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أخي وأختي بارك الله فيك، لا تغفل عن سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فقد وردت عدة أحاديث في فضل سورة الكهف وفضل قراءتها يوم الجمعة. قال البخاري في صحيحه: باب فضل سورة الكهف. ثم ذكر بسنده عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك روى الحاكم في المستدرك مرفوعا: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. صححه الألباني. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدال على الخير كفاعله.